ومن قبل متخصصين. العفو أنا نعم. كان أكو اعتراض على العمر. أنا نعم. عرفت العمر تغير. نعم. في مقترح مختصر على المنبدي جلسة. مختصر مقترح بالنسبة لعمر الزواج سيتم تحديده في أصل مقترح القانون، وسوف يكون قريب جدا أو موافق للعمر الموجود في القانون الحالي. القانون الحالي يسمح بالزواج في حدود 14 مع وجود حجة ضرورة من قبل القاضي في المحكمة وبعمر 15. صح هو يحدد 18 ولكن يسمح بموافقة القاضي وولي الأمر بهذا العمر. سيدنا في مقترح التعديل سيتم تضمين هذا العمر وتحديده بنص صريح بهذا الشكل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة الحضانة أيضا سيتم تضمينها بشكل متوازن يحفظ حقوق أطراف العلاقة الأب والأم والطفل، وهذا أيضا سيتم في أصل مقترح القانون. وبالتالي في ضوء ذلك أعتقد ما بقى مبرر لأي سيتم مناقشته وإضافة بجدول الأعمال مناقشة إضافته قراءة. العفو تفضل لجنة الصحة النيابية. اخوان القانون صار بيه كلام والعمر راح يصير 15 سنه حاله الموجود بالحكومه، يعني ما بي اي اشكال.